يلا مشاهدينا الكرام، رانا رجعنا لكم. بالنسبه للوصفه رقم واحد كانت عباره عن هذاك الطاجين تاع الجلبانه، راح يكون بزاف بنين، دوك نعطيو لكم تشوفوه. بالحروريه الجلبانه طيبه، استمع دوك الحبيبات تاع الزروديه، راح يجي بنين 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 بزاف. شكرا لكم. انا مشاهدينا الكرام، بالنسبه للوصفه رقم 2 كنت جبت لكم هذا البراونيز، راح يكون بزاف بنين. انا ضفت عليه شويه تاع الجوز، دخلت له ديزاستيس اما فاصون. هنا مشاهدينا الكرام، الحاجه الاولى راح ناخذوا هاد الشوكولا، ولا بديل الشوكولا للتزيين، ولا بديل الشوكولا للطلاء، باتا كلاسي تاع المرجان هنا، الشوكولا السوداء. هنا باش ما تجيكمش الحاله حلوه بزاف، باسكو علاش؟ عندنا في لاباط نتاعو ولا عندنا في العجينه نتاعو، عندنا كاس تاع السكر كلاسي مع نص كاس تاع السكر الناعم، باش نكسروا هذيك الحلاوه وما تجيكمش حلو، تقدروا تاكلوه كامل اللي من الدراري صغار حتى الكبار. احنا استعملوا هاد لاباطا كلاسي تاع المرجان الشوكولا السوداء. يلا ركزوا معايا مليح، راح ناخذ 200 غرام للامانه ولا للذكر. هنا عندنا 250 غرام في لاطابلات تاع المرجان، الكاري تاع المرجان هذا فيه 25 غرام، حنا ناخذوا 8 تاع لي كاري على 25 غرام، 200 غرام. يلا كنت درت حمام مائي، راح نقطع الشوكولا نتاعي مكعبات صغيره، ميم طريقه تاع التقطاع تاع المرجان، راح تساعدكم سهلة، تقطع بالخف. شوفوا معايا هنا، فوالا، مام الدوابان تاعها ما ديرلكمش وقت كبير، خالية من الجلوتين، وفي نفس الوقت فيها واحد اللمعان روعة بالنسبة كي تستعملوها في الكلاصاج نتاعكم، وما نضيفو لها لا زيت لا حتى برودوي. صح، نجول لنا مباشرة المشاهدين الكرام، نضيفوها في الحمام المائي نتاعنا. فوالا، حنا مشاهدينا الكرام نجو نوجدو لي براونيز تاعنا. واش فيها؟ تبعوا معايا مليح هنا من فضلكم. عندي نص كاس تاع السكر البني، نص كاس تاع السكر البني، راح نضيف عليه مباشرة كاس تاع السكر الناعم من منتوجات مهدي. صح، راح ناخذ قلت لكم نص كاس تاع السكر الناعم وكاس، عفوا، كاس تاع السكر الناعم مع نص كاس تاع السكر البني. صح، هكذا الكاس يكون معمر. فوالا، هنا مشاهدينا الكرام راح نضيفهم مع بعض. ناخذوا الفوي نتاعنا، تقدروا تستعملوا الفوي مشاهدينا الكرام كما تقدروا تستعملوا الخلاط الكهربائي. انا راح نستعمل الفوي باش نسيو كيفاش ما نديروش الحسه. الشوكولا تاعي راهي تذوب هنا في الحمام المائي. نجو نخلطو دوك المكونات تاعنا هكذا، ونبداو نضيفو عليهم، نبداو نضيفو عليهم في البيض ونخلطو. الكمية هادي حتاخد لي ثلاث حبات حتى الربع، انا ندير زوج ونبدا نخلط ونشوف. بسم الله، يلا هكذا نخلطو المكونات تاعنا مليح حتى وين السكر هذاك يدوب كامل في البيضة. شوفوا لي، راني نخلط هكذا، وميم طون نضيف البيض تاعي بالعقل. فوالا، نخلطو شويه برك بسرعه باش السكر تاعي يدوب. نضيف الحبه رقم ثلاثه ونجو نكملو نخلطوا المكونات تاعنا. هنا عندنا الناس اللي لحقوا بينا روطر، عندنا نص كاس تاع السكر الناعم، ضفنا عليه كاس تاع السكر، عفوا، كاس تاع السكر كلاصي من منتوجات مهدي، ونص كاس تاع السكر بني. انا نخلطوا فيهم مع ثلاث حبات تاع البيض هكذا، نخلطوا فيهم في نفس الوقت. عيني على الشوكولا تاعي هنا، هنا عندي 200 غرام تاع الشوكولا السوداء
من منتوجات المرجان. هاي دي جاب بدأت تدوب، مش راح تدي لكم كامل وقت كبير باش تدوب لكم الشوكولا نتاعكم. نعاود ونرجعوا لهنا، نخلط كل المكونات تاعنا هادو مع هكذا، فوالا حتى وين يدوب لكم السكر تاعكم هذا كامل. نجي نشوف الشوكولا هنايا، طريقه تاع الذوبان تاعها سهله، ما ديرلكمش كامل وقت كبير. هنا مشاهدينا الكرام عندي 200 غرام تاع الشوكولا السوداء من منتوجات المرجان، راح نضيف عليها نص كاس تاع الزبده تكون دايبه. هنا مشاهدينا الكرام فوالا هاي عندنا يا ربي دقيقه ملي درناها راهي ديجا بدات تذوب، خاليه من الجلوتين. في نفس الوقت عمليه الذوبان تاعها راح تكون سهله للغايه، ها ما درنا لها والو، دوك تذوب بسهوله كبيره. شكرا لكم. نعاودوا مشاهدنا الكرام نذكروكم برك باللي كنا ضفنا 3 حبات تاع البيض على كاس تاع السكر الناعم ونص كاس تاع السكر البني. هذا واش درنا هنا قدامكم، شوفوا لازم تخلطوه مليح حتى وين السكر هذاك البني يذوب. شوفوا شو لي قران لازم تاع السكر قاع يولو ما يبانش. فوالا صح. هنا مشاهدينا الكرام نشوفوا برك الشوكولا تاعي، هاي سي بون، شتو بلي ما ديش كامل وقت كبير وهي سخونة هكذاك. نجي ونضيفو عليها، دابت صح. نجي نضيفو عليها عندي نص كاس تاع الزبدة كنت دوبتها، اوكي نص كاس تاع الزبدة. نخلطو المكونات تاعنا كامل بيها، واش عندي هنا نص كاس تاع الزبده مشاهدينا الكرام مع فوالا مع 200 غرام تاع الشوكولا. هنا مشاهدينا الكرام نجو مباشره نضيفوهم للبراونيز تاعنا، نجو نديرو قريصه تاع الملح، نديرو باكي تاع فانيلا عفوا من منتوجات المرجان صح، نضفيه برك على الفرن تاعنا. هنا مشاهدينا الكرام نجو هنا نضيفوه مباشرة بالطريقة هادي، ها هكذا ديباراسيو مليح لو ريسيبيون تاعنا باش ما يقعد لنا والو. نجو هنا نخلطو هذوك المكونات كامل باش ينسجموا لنا. شوفوا لي هذا البراونيز على بالي بلي راح يفاجئ عليكم الغمه. شوفوا لي هنا، شوفوا لي هنا واش راح نضيف عليه. شوفوا لي القهوه نتاعو واش هشبه، شوف 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 روعه. عندي هنا نص كاس تاع الفارينة مع زوج مغارف، ماكسيموم زوج مغارف تاع الكاكاو، تقدروا ديروا مغرفة تكفي. أنا نديروا مغرفة معمرة مليح، حوالي مغرفة ونص لو كان نحبوا نحسبوها. هنا مشاهدينا الكرام نخلطوا المكونات تاعنا، المهم البراونيز هذا ليكيب راح يجيكم بنين بزاف بزاف بزاف. ها نجو غير بالعقل هكذا حتى ندخلوا هذيك الفارينه والكاكاو كامل لداخل لاباط نتاعنا. ها شوف
نفس الوقت ما يجيكمش ثقيل بزاف. ها هنا لازم السنيوه نتاعكم تكون المقاس نتاعها 25 سنتيم على 30 على 20 ولا 25 على 25. فوالا نجيبو السنيوه نتاعنا نمسحو برك لو بلون دو طرافاي من فضلكم. السنيوه تاعنا مشاهدينا الكرام لازم نديرو لا بابي كويسون بالطريقه هذه، لازم كامل لي كوتي يكونوا بابي كويسون هكذا. راح نجيب الجوز هنا عندنا منتوجات مهدي، راح نكسر شويه تاع الجوز ونضيفه في البراونيز تاعنا. ها شوفوا معايا راح يزيد لي واحد الجو واحد البنه باش نحكي لكم. راح نمتعكم هذو الايامات، صدقوني برك لي روسات اللي راني نديرهم لكم ندخل لكم فيهم حفايس جدد وحاجه اللي تكون صحيه في نفس الوقت، حاجه اللي تقدروا كي تاكلوها تحس باللي كليت في الدار، درت حاجه في الدار ونجحت لك. فوالا شوف معايا نديرو هذه الكميه تاع اللوز، هذه تكفي سيبو. ناخذ هذا السبوتي مشاهدينا الكرام، نخلط المكونات تاعنا كامل مليح. شوفوا نزيدو شويه، هاي نزيدو شويه حوالي زوج حبات واحد اخرين صح. نخلطوا هذا المكون، نهبطوا البراوني تاعنا بالطريقه هذه. شوفوا لي شوفوا لي داك الجمال، شوفوا لي هذاك القوام اللي راه يمشي وحده في السنيوه. شفتوا كيفاش راه تمشي وحده في السنيوه ما يديرونجيكمش كامل لاباط نتاعكم هكذا. فوالا نسيو كيفاش ندير براسيهم مليح باش ما يروح لنا والو. فوالا صح، نمشوا البراوني تاعنا بالطريقة هذه غير بالعقل، ناخذ مغرفة صغيرة من الأحسن، ندخلوا الفرن على 180 درجة مشاهدينا الكرام، ما يديكمش وقت بزاف. سيبو مشاهدينا الكرام شوفوا نمشوا قلت لكم كامل لي كوتي كيما راكم تشوفوا هكذا، ندخل الفرن على 180 درجة 18 دقيقة 20 دقيقة راح يكون واجد. يلا مشاهدينا الكرام إذا تكرمتم اقعدوا معنا، نروحوا فاصل قصير ونرجعوا لكم، احنا نحط لكم الوصفات واجدين. الفرن وشعل على 180 درجة. حتى القلب خلاص وصل الله الله ملبيه الحبه على الليبولات هذوك بعد ما درنا هذيك شويه تاع الرز جاتنا زاكيه فريمون، راح يجيكم روعه كبيره خاوتنا وخياتنا. لازم تجربوا لي هذا الطبق، تعطوني رايكم في لي كومونتير تاع لاباج فيسبوك لا انستغرام تاعي تريتور لو شيف سليمان. في نفس الوقت جيو لنا بزاف لي كومونتير في لاشين تاع اليوتيوب تاع قناه البلاد. حاجه ثانيه مشاهدينا الكرام، البراون زادك واش نحكي لكم، أناقة كبيرة. شوفوا لي هنا شوف خرجتو ديريكتومون دوكا من الفرن ما عندوش زوج دقايق، شوفوا كيفاش جا باش يجيكم براونيز هكا طري، ماشي ساهلة باسكو كي يكون يابس أمونجا ما ينتكلش. شوفوا لي هنايا دوك نمسوه قدام، شوف شوف دير صباعك يدخل فوالا وبالجوز كيما قال كلوفي. هنا مشاهدنا كانوا نقطع لكم برك انترونش خفيفة فوالا، شوفوا لي الداخل كيفاش جا مشمخ، شوفوا لي تشوفوا الداخل، شوفوا شوفوا الداخل كيفاش جا، شي هذاك البراونيز اليابس اللي ما يتكلش
هنا نجيو نشوفوا واحده بالفرشيطه انيس، شوفوا معايا، شوف شوف شوف، ناكل واحده انيسه، ناكل صاحبي واحده. لا كيري تتعبنا وزيدوا شنو كاكل وتستمل في الجوز. هذوما كامل راح نقدموهم مع المسعد الجديد هذا في فرومبواز، بنين بزاف. اه شوفوا لي شوفوا لي شوفوا لي داك الجمال، فرومبواز مسعد نوفو جو تاع منتوجات مسعد. مش انا كرام ان شاء الله حصلت اليوم كانت نالت اعجابكم، يعطيكم الصحه، قعدوا برقوا في البرنامج. حياه كبيره كامل ليكيب اللي خدمتكم اليوم، نقول لكم نضرب لكم ان شاء الله موعد جديد مع وصفه جديده. سلام. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية المرجان، مع المرجان ديما فرحان. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ماكويزين.